إذا أحرم المسلم حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر، هل ورد شيء عن الجلد والسن وغيره؟ عن إيش؟ يقول إذا أحرم المسلم حرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظافر، هل ورد شيء عن الجلد والسن وغيره؟ عن الجلد؟ إيه نعم الجلد. ها؟ الجلد. شو الجلد؟ ما يأخذ الشعر سواء من رأسه أو من سائر جسمه، ما يأخذ الشعر ولا يزيله وهو محرم، من رأسه أو من شاربه أو من آباطه أو عانته أو سائر جسده، ما يأخذ شيء وهو محرم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أما السن، السن وش قصده من السن؟ يعني يخلع السن إذا احتاج إلى خلعه أو ألمه واحتاج إلى خلعه يخلعه وهو محرم، ما يخالف. نعم.